دلوقتي هنعمل رياكشن مغنيسيوم مع كولد ووتر. تمام، هروح اجيب ووتر عادي خالص، تست ووتر تاب ووتر، تمام، واحط فيه مين؟ المغنيسيوم. هنا الميه كولد ووتر بالشكل اللي انت شايفه. طيب الميه كولد ووتر يعني بتدي ايه؟ مغنيسيوم هيدروكسيد بلس هيدروجين، بس الرياكشن فيري سلو زي ما انت شايف اهو، زي مين؟ مش زي الرياكشن طبعا بتاع صوديوم مين كولد ووتر. طيب ازاي اعرف فعلا ان في مغنيسيوم هيدروكسيد اتكون؟ ممكن احط عليه 2 دروبس تي اتش بي اتش ويديك ايه؟ زي ما انت شايف هو سلايتلي بينك. ليه؟ لان المغنيسيوم هيدروكسيد ويكلي الكالاين عن الصوديوم هيدروكسيد. طبعا احنا نشوف الاكسبيرمنت بتاع الصوديوم والووتر كان لون بينك واضح معانا، لكن هنا لما حطيت فينولفيثالين على الكولد ووتر والمغنيسيوم سلايتلي بينك زي ما انت شايفه. طيب يبقى الرياكشن اللي احنا نطلع من المعلومه ايه؟ الرياكشن المغنيسيوم مع كولد ووتر بيبقى سلو. طب انا عايز اخلي الرياكشن فاستر، اعمل ايه بقى؟ هخلي الووتر هنا بقى مش ووتر عاديه بقى، هخليها مين؟ ستيم. طب هنعمل اكسبيرمنت ستيم دي ازاي؟ هروح اجيب ادي المغنيسيوم اهو. طبعا يفضل ان المغنيسيوم ان انت تعمل له بولشنج. ليه؟ ان المغنيسيوم وانت بتروح تشتريه من عند الراجل او من الشركه بيبقى لونه ضل كده شويه. ليه؟ لان بيبقى فيه اوكسايد لير، فانا بعمل له بولشنج بالساند بيبر كده. ليه؟ عشان يبقى الرياكشن بتاعته بتكون ايه؟ فاستر بالشكل ده. طيب هنبتدي الاكسبيرمنت دي ازاي؟ هروح اجيب كوتن، ادي الكوتن اهي، احطها هنا. واحط دروبس من الووتر. حطيت على الكوتون دي دروبس من الووتر زي ما انت شايف كده. وبعد كده ابتدي احط مين؟ المغنيسيوم بتاعي بالشكل ده. ادي المغنيسيوم اهو. ده المغنيسيوم. وابتدي احط الستوبر. يبقى انا هنا بعمل اكسبيرمنت مين؟ مغنيسيوم مع ستيم. وابتدي طبعا اعمل دي بالشكل ده. شايفها كده. يبقى انا هنا رحت عملت ايه؟ جبت كوتن سوكد بالووتر، وادي المغنيسيوم ريبن، وادي هنا الجاز الهيدروجين اللي هيطلع معانا. ونبتدي مين بقى؟ نسخن. تمام؟ ابتدي اسخن. طيب سخنا اهو، ابتدي اسخن تحت المغنيسيوم ريبن. الاكسبيرمنت بتتاخر شويه، قلت لك ليه؟ ممكن يكون في اوكسايد لاير على المغنيسيوم، فانت بتسخن كده حوالي دقيقه دقيقه ونص كده، بحيث ان انت ايه المغنيسيوم جاست جلو، تبتدي تدخل عليه الستيم بتاعنا. الستيم ده هيجي منين؟ ان انا بعمل هيتنج للكوتون دي. الستيم طبعا بيعدي على الهوت مغنيسيوم. هيتنج بس يتأخر شوية.
ايوه يبتدي يشتغل الاكسبيرمنت. طب عايز اعرف ان الهيدروجين طالع، اجي مولع كده، بص كده اهو، هذا الهيدروجين طالع اهو، ده الهيدروجين اللي طالع، يبقى دي الاكسبيرمنت بتاع هيتنج ماجنيزيوم ويز. دي اخر الاكسبيرمنت بتاع هنا. بقى الاكسبيرمنت خلاص خلصت بالشكل ده. في الاخر كده هتشوف ايه بقى؟ هتشوف وايت اش. الوايت اش ده هو المغنيسيوم اوكسايد، تمام كده. وتبص تلاقي التست تيوب ايه، بتتكسر اهي بالشكل اللي انت شايفه. هي دي التست تيوب اتكسرت في الاخر ليه؟ عشان اصبح حصل كولينج، والاكسبيرمنت طبعا كانت هايلو اكزوثيرميك، فحصل كولينج للتست تيوب، فالتست تيوب اتكسرت معانا بالشكل ده. فلما يقول لك ليه اتكسرت كده، تقول له ان الرياكشن تمام اكزوثيرميك. ودي طبعا المغنيسيوم اوكسايد اهو، اللي هو شكله عامل ده. ده المغنيسيوم اوكسايد. كده الاكسبيرمنت، المغنيسيوم مع الكولد ووتر والمغنيسيوم مع الستيم حصل بالشكل ده. كده الاكسبيرمنت خلصت. دلوقتي احنا هنعمل اكسبيرمنت، هنحط اللي هي الديسبيسمنت، هنحط الزنك الكترود ده، زنك اهو، على الكابر سلفيت. لما احط الزنك على الكابر سلفيت، طبعا الزنك مور اكتف، فهيعمل ديسبيسمنت لمين؟ للكابر، تمام. طب الكابر ده هيروح فين؟ الكابر ده هيبريسبتيت على السيرفيس بتاع الزنك، تمام. نعمل كده الاكسبيرمنت اهو، ده كابر سلفيت وده زنك الكترود بالشكل ده اهو. احط الاكسبيرمنت كده، هسيبها مثلا دقيقه او دقيقتين، وبرجع ليها ابص الاقي ايه، ان حصل ديسبيسمنت للكابر سلفيت او للكابر من الكابر سلفيت. الكابر بيطلع والزنك بياخد مكانه. طب الكابر اللي بيطلع ده فين؟ يترسب على الزنك الكترود، او الزنك سوري، الزنك ميتال بتاع بهذا الشكل. يبقى انا دلوقتي بحط زنك ميتال واحط كابر سلفيت، الزنك مور اكتف عن الكابر، الكابر يترسب على الزنك ميتال بالشكل ده. طبعا الكابر بيبقى لونه ايه؟ الكابر بيبقى لونه براون، هيترسب على الميتال زنك او الزنك ميتال بتاعنا ده. والكابر سلفيت ده الكالر بتاعه هيختفي، وهيبقى مكانه مين بقى؟ زنك سلفيت. فممكن يجي يقول لك ستيت تو اوبزرفيشن في الرياكشن ده، هتقول الاوبزرفيشن طبعا لازم تتكلم من بوينت اوف سوليوشن والبوينت بتاع الميتال. البوينت بتاع السوليوشن هتقول ان السوليوشن جوز تو كالرليس، او البلو جوز تو كالرليس، ده بالنسبه للسوليوشن. بالنسبه للميتال هتقول في براون ميتال هيتكون معانا، او براون سوليد هيتكون معانا، اللي هو الكابر ميتال. سيب الاكسبيرمنت شويه كده، تمام. دقيقة اتنين، بص تلاقي على طول الكوبر اترسب معاك. نشوف كده، بص هنا في كبر اترسب ولا لا، هتبتدي تكون لونها براون شويه اهي، في فرق بين دي وبين دي. هسيبها، كل ما اسيبها اكتر اللون البراون يكتر معايا. يعني دي بس لمده مثلا دقيقه، دي بقى لونها براون، دي اللي انا كنت حاططها في الاول. كل ما تحط كده اللون البراون يكتر معاك، ده due to formation of copper metal.
اهي لون براون ترسب معانا هنا اهو. اللون البراون ده اللي هو الكوبر معنا. قلت لك كل ما تسيبها فتره اطول الكوبر يتكون اكتر.